نقف جميعا تضامنا مع أبنائنا وأطفالنا المنكوبين حول العالم، ليس فقط في مصر، ليس فقط في سوريا، ليس فقط في لبنان، في العراق، ولكن في كل العالم. أما أنا الأوان أن نقف بجانب أبنائنا وأن نرعاهم رعاية تامة صحيا وتعليميا واجتماعيا وتربويا. كنا بنتكلم عن حقوق الطفل، فبنقول إحنا كمصريين، إحنا الحضارة الفرعونية، كان الفراعنة أجدادنا يهتمون بالطفل، وكان للطفل في الأسرة الفرعونية له مكانة خاصة. فنحن قد سبقنا شعوب العالم كله في الاهتمام بحق الطفل. احنا جينا من العراق إلى مصر أرض الكنانة لحضور هالاحتفالية لأنه تخص حقوق الطفل والأطفال. الحقيقة يعني بالوطن العربي بشكل خاص وبالعالم بشكل عام لم يأخذوا كل حقوقهم، أكو بعض الحقوق، فالحقوق تؤخذ حقيقة أنه بالمتابعة وبالتسليط الضوء عليها، ولا تعطى وإنما ما تمنح، وإنما يجب أن يكون هناك جهود، فهي إحدى الجهود اللي تعتبر لنيل حقوق الأطفال. أنا سعيد جدا بالاحتفالية اللي موجودة النهاردة، لأن النهاردة بيدشن على أرض مصر نهوت الاتحاد الدولي لحقوق الطفل، انكلودد لي الاتحاد الإفريقي لحقوق الطفل المعاق، وده جزئية مهمة جدا. ليه؟ لأن احنا مصر الأول مرة في تاريخها فيها دستور ينص على رعاية الطفل والطفل المعاق بصفة خاصة، دستور 2014، والأول مرة نشوف رئيس جمهورية في الدولة المصرية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتبنى مشاريع خاصة بالأطفال المعاقين بنفسه، وبدأ فيها مش مجرد كلام بيتقال، يعني ابتدى مشاريع دلوقتي للقضاء على كف البصر عند الأطفال، اللي هو المشروع بتاع تنوير البصر، ومشروع آخر بتاع زرخ وقاعة الأذن عشان نقضي برضو على المشاكل السمعية اللي موجودة عند الأطفال. يعني بقى فيه اهتمام من الدولة حقيقي بحقوق ورعاية الأطفال. أنا بقول إن الميديا لازم كمان تقدم دور الطفل الحقيقي مش الدور المشوه. نستعرض بعض أجزاء الواقع، ولكن نخش بقى إزاي نتعامل معه وإزاي نحول الضحية ده لإنسان رائع وإنسان عظيم. كمان في تعبئة للشعب، إزاي يتعامل مع الطفل ذو الإعاقة أو ذو الهمم، لازم يكون في تعاطف وفي إنسانية، ولازم الدعم النفسي. الأطفال محتاجين جهة قوية تحس بيهم وتحس بمشاعرهم وألمهم، وتبدأ تتعامل أنها ترد لهم حقهم بالشكل اللي هم عايزينه. بما أننا تطوعت من سنين في خدمة أولادي ذو القدرات الخاصة، لقناعاتي أن بلدنا مش هتكبر غير بأولادنا، وسيادة الرئيس ربنا يبارك لنا في عمره من 3 سنين أعلن تدشين عام المعاقين. فأرجو من كل مسؤول يدي أولوية أولى وهامة جدا لأولادنا. أول يوم بتدشين الاتحاد الدولي للدفاع عن حق الطفل بالشراكة مع الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة، فإن شاء الله إن شاء الله من هاليوم نحن خلال أيام حننطلق، حيكون المقر بجمهورية مصر العربية، ومن ثم ننطلق إلى بقية جميع العالم وخاصة الدول العربية حتى نعرف العالم إنه إحنا انطلاقنا ونحن عملنا من خلال الأطفال، وخاصة الأطفال إنه هن بحاجة ماسة لمساعدة، وحتى نحقق لإلهم إنه جميع مطالبهم من طبابة، من حياة اجتماعية، من حياة تعليمية، من جميع الجهات. فخلينا لما ننطلق، لما يكون في طفل، نحن نكون حريصين نحن والمجتمع والعائلة على حماية الطفل وعلى مساعدة الطفل، حتى يبقى الطفل ينمو ببيئة قوية، ببيئة متينة سليمة، حتى يبقى يطلع، يعني نبني مجتمع سليم ومجتمع آمن لكل الدول إن شاء الله.